اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنكلمكم عن البرامج الهندسيه. لو انت مهندس وحبيت تتعلم البرامج الهندسيه، او كنت مش مهندس وبرضه شغال في المجال الهندسي عامه، او كنت لسه بتدرس ومحتاج تتعلم شويه برامج هندسيه، ففي كام حاجه محتاج تعرفهم قبل ما تبتدي تتعلم البرامج دي. اهم حاجه لازم تعرفها هو ايه الفرق بين البرامج دي وبعضها، ليه البرامج دي كتير قوي واحنا مش عارفين نقدر نتعلم ايه وما نتعلمش ايه، فتلاقي نفسك قدام أصعب حل إن أنت تتعلم كل البرامج. وطبعا ده أكبر غلط، لأن أنت كده مش هتبقى مميز في أي برنامج منهم، فبالتالي لازم تعرف الفرق كويس قوي بين البرامج دي قبل ما تاخد قرار إن أنت تتعلم فيها. لو عايز تفهم الموضوع ببساطة خليك معايا لحد آخر الفيديو علشان تقدر تعرف تختار أنهي برنامج تتعلمه. قبل ما تبدأ تتعلم أي برنامج لازم تبقى عارف إيه الشغل اللي أنت هتشتغله، وإيه المنتج اللي أنت عايز تطلعه في الآخر، وبناء عليه هتقدر تختار البرنامج المحدد اللي أنت عايز تتعلمه علشان تطلع شغلك عليه. هنتكلم معاكم النهاردة في الفيديو عن أكتر البرامج المعروفة في السوق، ومنها الأوتوكاد والثري دي ماكس والسكتشوب والراينو والريفت، وزيادة عليهم برامج الإظهار المعماري زي الفوتوشوب أو اللوميون أو الفيراي أو الكورونا. وعشان تقدر تختار البرنامج اللي يناسبك لازم تبقى عارف ان كل برنامج متخصص جدا في حاجه معينه، يعني ممكن تلاقي برنامج بيقوم بوظيفه كذا برنامج ولكن مش احسن حاجه، وبتلاقي برنامج تاني اشطر من البرنامج الاولاني في حاجات كتير. فمبدئيا كده انت محتاج برنامج يرسم 2D، وده هتلاقيه متوفر في برنامج الاوتوكاد وبرنامج الريفت، وده علشان تقدر ترسم عليه المساقط بتاعتك وتعمل القطاعات والبلانات اللي انت محتاجها. الاوتوكاد طبعا غني عن التعريف، من اشهر البرامج اللي بترسم 2D، طبعا تقدر ترسم بيه البلانات او المساقط بتاعتك، او حتى لو هترسم اي حاجه ملهاش علاقه بالمجال الهندسي. واغلب المكاتب والشركات دايما بيطلبوا ان انت يكون معاك اوتوكاد او تكون بتعرف تشتغله، لان ببساطه السوق طالب البرنامج ده علشان هو عنده دقه عاليه جدا وجوده عاليه جدا في رسم الخطوط. ولو انت حابب تتعلم برنامج زي الاوتوكاد تقدر تتابعنا عن طريق ان انت تعمل لنا سبسكرايب ولايك للفيديو علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي ان شاء الله هيبقى فيها كورسات كامله عن برنامج الاوتوكاد وال3 دي اس ماكس اللي هنتكلم عنه بعد شويه. اما الريفت فده من اقوى البرامج اللي في السوق، وده لانه من البرامج المتخصصه في الحصر والرسومات والقطاعات والرسومات التنفيذيه عامه. ولو هتحب في يوم من الايام ان انت تطلع تشتغل بره البلد اللي انت فيها فانا انصحك بشده بالبرنامج دوت، لان هو بقى معظم الشركات الاجنبيه بتشتغل بيه في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت هيبقى بدايه قويه جدا ليك في ان انت تخش في مجال البي اي ام او البيلدنج انفورميشن موديلنج، وده ممكن نبقى نعمل له حلقه منفصله لوحده لانه موضوع محتاج شرح كتير. تاني حاجه هتكون محتاج تتعلمها هي برنامج يكون بيعمل موديلنج او بيعمل 3D او محاكاه للواقع بمعنى اصح، واشهرهم ال 3 دي اس ماكس والمايا والسكتشوب والراينو والريفت. الريفت بيقدر يعمل موديلنج 3D، ولكن هو مش اقوى حاجه او هو مش متخصص في الموديلنج ال 3D، فبالتالي مش هتقدر تاخد منه افضل نتيجه. لما نيجي نتكلم على برنامج السكتشوب فهو اسهل برنامج ممكن تتعلمه في الموديلنج ال 3D، لانه ببساطه سهل جدا ويمكن كمان اسهل من الاوتوكاد، بس للاسف البرنامج عنده مشكلتين كبار جدا. اول حاجه ان هو مش بيقدر يشيل ملفات كبيره، يعني لو المشروع بتاعك كبير شويه ممكن البرنامج ما يستحملوش. تاني مشكله ان هو مش بيقدر يقرا المنحنيات او الكيرفات بشكل كويس، فلو انت شغلك دايما هيبقى عندك مشاريع كبيره هتشتغل فيها او ان انت عندك فيه شغل كيرفات او منحنيات كتير فالبرنامج ده مش هيبقى افضل حاجه ليك. برنامج الماكس او ال 3 دي ماكس وبرنامج المايا، الاتنين دولت من انتاج شركه اوتوديسك، وطبعا البرامج دي غنيه عن التعريف وهي من اشهر البرامج في عمل الموديلنج او ال 3 دي عامه. برنامج زي ال 3 دي اس ماكس شفنا له شغل كتير في السوق ومعظم المكاتب والشركات دلوقتي بيشتغلوا بيه، وتقريبا هو بيقدر يعمل لك اي حاجه انت عايزها. فلو انت لسه بتدرس او شغال في المجال المعماري عامه او المجال الهندسي او شغال في الديكورات او حتى لو شغال في الجرافيكس فانا انصحك ان انت تتعلم برنامج ال 3 دي اس ماكس، لان هو من اقوى البرامج ومن احسن البرامج ومن اكتر الحاجات اللي هتفيدك فعلا. ولو انت حابب تبتدي تتعلم برنامج ال 3 دي اس ماكس فتقدر تعمل لنا سبسكرايب ولايك للفيديو، وتقدر تتابعنا علشان تقدر تشوف الفيديوهات اللي هتنزل الفتره الجايه واحنا نتعلم مع بعض برنامج ال 3 دي ماكس من البدايه لحد النهايه. اما لو انت حابب تشتغل في مجال الانيميشن والرسوم المتحركه فانا انصحك تاخد كورس المايا، وده هيبقى من اهم الحاجات اللي ممكن تفيدك في المجال ده. اما برنامج الراينو وغيره من البرامج فدي برامج معتمده على البارامتريك موديلنج، او بتقدر تعمل الاشكال باستخدام المعادلات الحسابيه،
فلما بتعدل في رقم بيقدر يعدل معاك في شكل الفورم كله. والبرامج دي اتعمل بيها مشاريع كتير كبيرة وأثبتت كفاءتها كويس جدا. تالت حاجة هتحتاجها هي إنك تتعلم برنامج يعمل إظهار للشغل بتاعك، أو إنه ياخد الـ 3D موديل بتاعك ويحوله لحاجة رياليستيك أو شكلها حقيقي. ومن أشهر البرامج ديت برنامج اللوميون والفيراي والكورونا. بالنسبة للوميون ده برنامج منفصل تماما عن أي برنامج تاني، بتقدر تاخد الشغل الـ 3D بتاعك وتحطه على البرنامج دوت، وبتقدر تضيف شوية خامات وتضيف شوية لاندسكيب أو أشجار، وبتقدر تاخد لقطات للكاميرا بتاعتك، أو حتى لو عايز تشتغل شغل أنيميشن وتتحرك شوية عربيات وشوية ناس، فهو برنامج متخصص جدا في الأنيميشن وفي الحركة عامة. أما الفيري والكورونا فدي برامج بتنزل على برنامج زي 3 دي اس ماكس أو برنامج زي المايا وغيرهم من البرامج، ودي برامج متخصصة جدا في إنها تعمل ريندرينج أو تطلع الشوت كويس جدا أو حقيقي إلى أبعد حد، ودي تعتبر أقوى البرامج اللي بتحاكي الواقع أو بتطلع الصورة حقيقية إلى أبعد حد في الوقت الحالي. في النهاية يا رب أكون قصرت المشوار عليك وقدرت تفهم أنت محتاج تتعلم أنهي برنامج، ولو انت حبيت تبتدي تتعلم في برنامج زي الاوتوكاد او الثري دي ماكس او الكورونا والفي راي اللي هما هيتربطوا ببرنامج الثري دي ماكس، هتقدر تعمل لنا سبسكرايب ولايك للفيديو علشان تقدر تتابع معانا كل الحلقات والفيديوهات اللي جاية. اشكركم على المشاهدة واتمنى اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية.